والله الحمد لله وفقنا في افتتاح مقر من سلسلة مقرات إن شاء الله حيتم افتتاحها خلال هذه السنة، وأولها كان مقر بدينا بمقر إدارة انتخابية سرت، وطبعا حيكون هذا المقر كقاعدة المتقدمة للإدارة العامة في تنفيذ أي عملية انتخابية تواجه بها دائرة سرت إن شاء الله. طبعا القوانين اللي صدرت عن لجنة 6+6 ألغت كل ما يتعلق بانتخابات ديسمبر 21، وبالتالي على المترشحين كلهم أن هم يتقدموا بمستندات أخرى، ولكن احنا فيما يتعلق بالمستندات سوف نتعامل مع هؤلاء بشكل إيجابي، بالشرط أن هم يوفروا كل المستندات إذا كانت المستندات متوفرة ومطابقة للقانون في انتخابات 24 ديسمبر 21، فما عندناش مشكلة إن شاء الله ممكن، لكن الترشح هيكون من البداية. طبعا أكيد حنفتح تسجيل للناخبين، وحيتم إصدار بطاقات جديدة للناخبين مسجلين جدد. طبعا الأحداث هذه تحصل باستمرار، ولكن أعتقد أن هي يجب أن لا تقف عائق أمام الانتهاء من الفترة الانتقالية والانتقال لمرحلة الاستقرار. يجب أن نبذل المزيد من الجهود في سبيل إرساء بها تتيح لجميع الليبيين المشاركة في العملية الانتخابية. إحنا زي ما قلت لك نتمنى توعلمنا أن اللجنة سوف تجتمع هذا الأسبوع، وسوف نعمل على التواصل مع هذه اللجنة وتوضيح الملاحظات اللي تم حالتها بخصوص انتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الأمة.